سالو مي شيغ زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غادي نشوفو نوفيل اكتيفيتي اكري. دونك هنايا عندنا لا سيكونس 5، فاريي لي ديسكريبسيون ديكريغ ان ليو. هنا غادي نشوفو كيفاش نتعلمو نوصفو مكان. دونك بالمناسبة واحد الفيديو يلا حطيته لكم دابا، يعني اللي كتبت لكم في العنوان ديالو انه صالح لبزاف ديال المستويات، لجميع المستويات. عطيتكم وصف مكان، درت لكم كيفاش توصفوا لا مونتاني، كيفاش توصفوا لا كومبان البادية، لا ريفيير الواد، كيفاش توصفوا لا مير البحر، لا فوغي، وعطيتكم لو جاردان، لا كلاس. عطيتكم بزاف ديال الجمل لي باراغراف اللي نتوما توصفوا فيهم هاد الاشياء اللي غتحطوا لكم في الامتحان. يعني عطيتكم غير دي باراغراف هكا بساط. دونك نشوفوا دابا الدرس ديالنا. بالنسبه لو تيتر عندنا ديكريغ ان ليو، دونك هنا نوصفوا مكان. هنا في الصوره كيبان لينا عندنا شنو كتمثل لكم، ولا شنو كيس كي ريبريزونت لي زيماج. هاد لي زيماج هادو كيبان لينا عندنا فيهم اون ايغليز، اون ايغليز كنيسه. هنايا عندنا كنيسه مصوره، يعني صوره هكا طبيعيه، وهنا مرسومه. داكوغ، دونك نشوفوا لي كيستيون. Que représente chacune de ces images? كل image قالك chacune de ces images، كل وحده في الصور شنو كتمثل، شنو كتقدم لينا. و quelle est la nature de chacune d'elles، وشنو هي الطبيعه ديال كل image. alors chacune de ces images représente، يعني كل image représente كتقدم لينا une église. هذه فيها كنيسه église وهذه église. la première est un tableau، يعني شنو هي لا ناتور ديالهم، نجاوبوا على لا ناتور. الاولى هي عباره عن طابلو، هذه يعني طابلو مرسوم 2 متر، يعني مرسوم هنا يعني رسمه. لا سيكوند ات اون، لا سيكوند اون فوتوغرافي، والثانيه ماخوذه يعني تصويره ديال مكان حقيقي صورناه. داكوغ، دونك لا بروميير ات ان طابلو، يعني هذوك اللوحه، والثانيه فوتوغرافي. دوزيام كيستيون، Quelle est à ton avis la plus pittoresque؟ يعني قال لك في نظرك كيلي à ton avis، في رايك انت قول لنا شكون هي اللي احسن، يعني احسن وحده اللي فيهم اللي هي بيتوريسك، اللي هي زوينه وجايه للرسم بيتوريسك، وقول لنا pourquoi، علاش. الوغ هذه اللي كتبان يعني هكا كلوحه مرسومه، شنو نديرو في لا ريبونس؟ pour moi la plus pittoresque est celle qui représente لو طابلو، يعني هذه هي اللي مزيانه اللي فيها لو طابلو. علاش؟ جيم سي كولور، كل واحد بوركوا، كل واحد يقول شنو علاش عجبوني مثلا الالوان ديالها. جيم سي كولور، يعني الالوان ديالها مزيانين عجبوني. لا كيسيون 3، شوفوا لا كيسيون 3. شوازي لون دي سي دي زيماج، قالك اختار وحده من هاد لي زيماج هادو اللي عندنا هنايا. et décrit ce qu'elle représente. Ou sauf l'ina décrit, mais j'y ai écrit. Écrire, il n'est que ce fil, كتابه. Ou adna décrire, بدي هي وصفة. Choisis l'une des images à تختار et décrit ce qu'elle représente. Ou قول لنا. Donc قول لنا شنو représente، كتقدم يعني وصف لينا شنو كوبريزون دون مانيير بيتوريسك، يعني بواحد الطريقه اللي زوينه. اتيليز دي زيكسبرسيون ايماجي اي سوجيستيف كوم لي كومباريزون، يعني احنا باش نوصفو نوصفو نديرو لي زادجيكتيف، نديرو لا كومباريزون. دونك نشوفو ليكزامبل. دونك ليكزامبل هو هذا 3. جو شوازي لو بروميي طابلو، يعني اختاري الطابلو الاول، ولا نديرو لا بروميير ايماج اللي فيها لو طابلو، ماشي بروميير طابلو، نديرو لا بروميير ايماج. دون لو سوجي برينسيبال اي ليغليز، يعني لو سوجي برينسيبال ديالها، يعني الرئيسي علاش كتهضر داك الصوره، ليغليز، يعني كنا اختارينا هذا. دونك هاد الطابلو هاد لينا دو شومان، يعني كنوصفو دابا في داك التصويره. شدو معايا الكتاب وشوفوا التصويره، عتلقوا فيها جوج ديال الطرقان. دو شومان يعني طريق، لا ادوات، وحده غادا ليمن وحده لاسر. شوفوا في الصوره تلقاو التصويره، وحده ها هي عندنا جوج ديال لي شومان، وحده هكا ادغوات، وحده غادا هكا اغوش. ادون او طابلو اون سونتين اون سيرتين سيمتري. اون فام ريبريزونتي اون كونتر بلونجي امبرينت لو شومان دو غوش، يعني عندنا حتى واحد لا فام، ها هي
واحد لافام هنا كتبان غادا في الطريق ديال ليسر. Elle est vêtue d'une lèvre à longue robe bleue et blanche. Le tableau ne présente aucun détail net. L'ensemble donne une impression de flou. Donc, elle est libre à screener. باش نكملوا لي كيسيون ديالنا. دونك نزيد نشوفو. دونك هي هادي هي اللي بغيت سكرينيها لا ريبونس. هنايا نشوفو دونك هنا كومبليت لا ديسكريبسيون دو فيلاج. نملؤو لا ديسكريبسيون نكملو. دابا هما كيوصفوا لينا هنا واحد الفيلاج دو كوراز. حنا غادي نملؤو اون غوميتون لي زيكسبرسيون سي دوسو. يعني عندنا واحد لي زيكسبرسيون ا لور بلاص. عطاونا هادو هاد لي زيكسبرسيون هاد العبارات هادو وحنا نشدو نحطو كل حاجه في بلاصتها. دونك نشرحوهم. عندنا ادميرابل يعني شي حاجه اللي رائعه. اذا هما كيوصفوا الفيلاج ونشوفو ادميرابل. فيغ سومبغ يعني خضر مغلوق يعني بحال داك اللون ديال الزيتون المغلوق. ابغيبت يعني شديد الانحدار. فخابي يعني شي حاجه هكا بحال اللي مضروبه. بافي سو دريسون كوم كور ان فون بلوتي يعني واحد لو فون ازرق. نشوفو بيان افون داتيندغ لو فيلاج يعني قبل ما كتوصل للفيلاج. لو فيزيتور يعني السائح ولا داك اللي كيزور ديكوفر كيكتشف هذا الموقع السياحي الزوين لو سيت ادميرابل الرائع و كومب يعني فين اللي محطوط فيه هاد لو فيلاج. يعني هنايا بحال كنقولوا كومبي يعني بحال داك المعسكر يعني فين كاين الفيلاج. ايمرجون دو موتونمون دونك هنايا موتونمون يعني ايمرجون يعني كتنباتق منه بحال داك بحال هكا داك المتموجات يعني بحال داك الشاهفة ولا شي بحال هكا يعني. دونك ديالاش ديال فيغ سومبغ دي زوليفيي يعني داك اللون الاخضر ديال الزيتون. فيغ سومبغ دي زوليفيي دو هوت ميزون سو دريسون منازل هكا عالية سو دريسون او سومي يعني في القمة دان بيتون دون لا سيلويت ترونش سوغ ان فون بلوتي يعني داك الخيال ديالها يعني بحال داك لو فون ديالو الداخل ديالو اللون بلوتي يعني ازرق. لوانتان دو مونتاني اي دو غافان يعني بعيدا على لي مونتاني و غافان يعني الجبال و الوديان. اون كونتخوبا لو بايون contrebas يعني في الأسفل ديال لو بايون كور يعني قصير dans une gorge aux parois abruptes يعني لهذاك الشديد هكا منحدر. pénétrant dans le village on est tout d'abord frappé يعني une fois كتدخل الفيلاج كتدخل الفيلاج frappé par يعني ماشي كتضرب وانما بحال اللي الانتباه ديالك كتاتيرا باش l'enchevêtrement des petites rues étroites يعني كتلقى انشفيترمون يعني التشابك ديال هذاك لي بتيت داك الازقة يعني لي غو اتخوات ضيقة اسكرابي تورتيوز يعني النعس ديال لي غو هكا ملوية رقيقة غدا بحال هكا بحال هكا سيربون بحال هكا. بافي دو غالي سوفون طايي او مارش ديسكاليي اونكيسي اونتخ لي فاساد. دونك اونكيسي يعني اونتخ لي فاساد يعني هادوك الواجهات. فاساد هي الواجهة يعني محفوره بين هذوك الواجهات لي فاصاد هي الواجهه. دونك هنا لو جاردان اتي نوار فخوا يعني الجرده. هنا نشوفو عطاونا هاد لو تيكست هذا شنو قال لك. كيلي لاتموسفير كي سو ديغاج دو سيت ديسكريبسيون ريكري نفس سكون ريكري دو سو تيكست دو مانيير ا ترانسفورمي سيت اتموسفير. اذا هنا يعطونا واحد لاتموسفير واحد الجو كيوصفوه لينا وحنا خصنا نعاودو نبدلوه. هما مثلا شنو عطاونا لو جاردان اي تي نوار يعني جاردا سوداء فخوا بارده. ال بلوف يعني الليل كامل وهي كتمطر مثلا الشتا كاينه ماشي ضروري الليل كامل. وانا قلتها ان فون اوميد يعني واحد الريح اوميد يعني هكا رطب رطب. اي سانغلون يعني لادع. موجيسي اترافير لو جاردان يعني ميجيسي يعني كيتحرك يعني واحد الريح اللي تما متجمد يعني اترافير لو جاردان اي بالونسي لي زاربغ يعني واحد الريح اللي داك الشجر كي بالونسي كيمشي هكا وكيميل هكا.
لي ستاتو بلونش يعني داك التمثال بلونش، لو بافيون بلونجي دون لوبسكوريتي يعني كلشي في واحد الظلام، كلشي كحال تما في داك الجرده. دون لا ميزون تو الموند دورمي، وفي الدار كلشي ناعس. اي لون اونتوندي سولمون بغويغ لي زاربو، شنو كنسمعو غير داك بغويغ لي زارب، هو داك حفيف ديال الاشجار يعني صوت الاشجار خفيف. لي زابغ ترونسي دو فخوا يعني متجمد بالبرد هذاك الشجر. هنا خصنا حنا نبدلو نعطيو واحد ديسكريبسيون اخرى. دونك هو هذا النموذج غنقلبوهم. كانت عندنا هنايا لو جاردان نوار اف خوا، درنا هنا بدلنا يعني درنا ديسكريبسيون فالوريزونت ايجابيه باردون. لو جاردان اي فيغ اي شو يعني بدلنا، ما بقاتش نوار وفخوا ولات فيغ اي شو. il faisait beau كانت il pleuvait يعني كانت هنايا il pleuvait سمطر واللي درناها il faisait beau الجو زوين. un vent sec et doux traverser واحد الريح اللي هو دو ناعم. traverser le jardin et balancer doucement وكي بالونسي كيميل لينا يعني كيحرك لينا بهدوء لي برونش دي زارب يعني داك لي برونش ديال الشجر. le ciel était lumineux السما مضويه ماشي الليل. لي ستاتو بلونج وداك التمثال التماثيل يعني البيضاء et le pavillon بغيي كيلمعوا au soleil. دون لا ميزون تو الموند فوزي لا سيست، وكلشي داير لا سيست يعني القيلوله. اي لون اونتوندي سولمون بغويغ لي زابغ كي سافوري سيت شالور استيفال. دونك حنا بدلنا قلبنا كاع لا ديسكريبسيون. دونك لي بغا يسكرينا هاد النموذج.